الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سنة وشيعة وإباضية وخوارج ويؤمنون بالكتاب كله بمجمل ما فيه إجمالاً، ويؤمنون أن أركان الإسلام خمس، لا يختلفون في ذلك على اختلاف مذاهبهم، ثم اجتمعوا على المعلوم من الدين بالضرورة: السرقة حرام، الزنا حرام، الكذب كذا، كل هذه القيم الأخلاقية الكونية أجمع العلماء والعوام على أنها من دين الإسلام. لكن هذا الدين جاء لكل زمان ولكل مكان، وجاء للإنسانية جمعاء بأعرافها وثقافاتها وبيئاتها، وجاء هذا الدين للعالم والجاهل، للولي والفاسق، بل جاء حتى للكافر الذي لا يؤمن، فهو رحمة. هذا الدين رحمة للمسلم وغير المسلم. إذن لا ينبغي أن نفهم أن وحدة الأمة يقتضي أن يفكر المسلمون جميعا على نفس النمط، وأن يكون لهم مذهب واحد في الفروع، يعني في الفقه، وإلا لم يكن هناك مستساغاً لمذهب الإمام مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد، ولم يكن هناك خلاف في العقائد ولا في الفقه. لكن الله أراد من دينه أن يكون فيه اختلاف، اختلاف تنوع، وقد يتعدد الحق، وقد يتعدد في هذا الإطار الحق. لذلك قالوا قديما: كل مجتهد مصيب، كل مجتهد إن حصل على آلات وآليات وأدوات الاجتهاد فاجتهاده فيه صواب انطلاقاً من مبادئه الاجتهادية. ولذلك لا ينكر على مجتهد لأنه اجتهد، لكن للاختلاف أدبيات. لا ينبغي أن يكون الاختلاف وسيلة للتطاحن والتقاتل والتهارش والقطيعة، بل ينبغي أن نعيش هذا الاختلاف في ظل الأخلاق الإسلامية العالية كما عاش السلف الصالح هذا الاختلاف. كان الشافعي يختلف تماماً في الأصول لا في الفروع مع إمامه مالك الذي علمه، ولكن كان هناك احترام تام، وما زال هذا الاختلاف إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالذي يروم توحيد المسلمين في الفروع والأصول وفروع الفروع وفروع فروع الفروع وفي كل شيء، إنما يرمي الاصطدام مع سنة الله في خلقه، لأن الله أراد من طبيعة هذا الدين أن يفهم باختلاف العقول وباختلاف المناهج الاستنباطية وباختلاف البيئات والأعراف والأزمنة. ومن هذا الاختلاف الذي نعيشه كل رمضان
الاختلاف حول الرؤية. إمتى غادي يبدأ سيدي رمضان؟ إجماع المسلمين على هذه المسألة من المستحيلات، إنما هي اختيارات. فمنهم من يعتمد الرؤيا مطلقا، رؤية الهلال صمول رؤيته، يأخذون بظاهر الحديث ويأخذون بظاهر الآية، فمن شهد منكم الشهر، حتى أن بعضهم يعتبر أن الرؤيا للتعبد، وبالتالي هي حكمية رمزية لا تعقل. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، إن استحالت الرؤيا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فبعضهم قال يمكن أن نقدر أو نقدر أو نقدر بداية رمضان بالحساب، ذهب إلى ذلك مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو تابعي، إذا استحالت الرؤيا قال الحديث نقدر، يعني نقدر نجتهد، وذهب إلى هذا الرأي بعض الشافعية أيضا، لكن بعضهم قال هذا الحديث يفسره حديث آخر في نفس البخاري، الحديث هذا في البخاري وفي مسلم، وفي البخاري من حديث الأول من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث الذي سأسرده رواه أبو هريرة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم، يعني غم عليكم، فإن غبي عليكم الشهر فأكملوا العدة 30. إذن قال نقدر، الحديث الأول يفسر بالحديث الثاني، إذن لا حساب وإنما نكمل العدة 30. وبعضهم لم يرى الارتباط بين الحديثين، فقال هذا يمكن أن نأخذ به ويمكن أن نأخذ بالحديث الآخر الذي يفسح لنا مجالا للحساب. وبعضهم يعتبر الرؤيا وسيلة فقط، إذ بها يتبين للمسلم دخول شهر رمضان، وفهموا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه البخاري إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فالشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. قال ابن حجر إنما أرشد إلى الرؤيا للتيسير، لأن الحساب آنذاك تكليف بما لا يطاق، وأمته آنذاك لا تحسب، لا تعرف الحساب، حساب الفلكي، ولا تكتب، فأن يعمرها بالأخذ بالحساب تكليف بما لا يطاق، ولذلك جاءت الشريعة للتيسير. المبدأ ثابت، دخول شهر رمضان بالرؤية التي تعلم أن القمر قد ولد، ولادة القمر عندما يزول عن خط الاقتران، وهي عملية فلكية، ظاهرة فلكية، عندما يكون القمر بين الأرض والشمس يكون خط الاقتران كأنها ساعة فلكية، فإذا تحرك القمر قليلاً
بعد ساعات ظهر في العيان في الأرض. وهذه الحركة الفلكية يمكن أن تقدر بالحساب المضبوط اليوم. وقديما بعضهم ذهب إلى طريقة بين طريقتين، لا يقبل الحساب مطلقا ولا يقبل الرؤيا مطلقا، كرأي السبكي وهو من الشافعية. قال نأخذ بالحساب لنفي الرؤيا الكاذبة، نأخذ بالرؤيا بشرط ألا تتنافى مع الحساب الفلكي، لأن في عصره آنذاك تطور الحساب الفلكي، فيمكن أن نثبت بالحساب الفلكي في ذلك الوقت أن الرؤيا كانت صادقة أم كانت كاذبة. فهذا حل وسط، لكن إذا أخذنا بهذا الرأي أثبتنا أن الحساب أقوى من الرؤيا. الرؤيا قد تخطئ والحساب عنده لا يخطئ، لأنه أدق من الرؤيا، يعني الخطأ في الحساب أقل من الخطأ في الرؤيا. ففتح مجالا إلى الأخذ بالحساب مطلقا، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء المعاصرين إذ تطور الحساب الفلكي. وهذا الحساب نعمله ونستخدمه في الصلوات، يعني الواحد ما كانش باش يصوم في صلاة الظهر والعصر لا يلجأ إلى الظل، وإنما ينظر ساعته، لأن العقاد قد حددت، كذلك الفجر. أنت في رمضان كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل أنت كل فجر تخرج خارج البيت تنظر الفجر؟ إنما تأخذ بالوقت، ووقت الفجر محدد بالحساب الفلكي. فالسحور الذي تأخذه والإمساك الذي تلتزم به في صيام رمضان أصلا مبني على الحساب. إما أن نأخذ بظاهر الآية، فمن شهد منكم الشهر، فإذا أخذنا بهذه الآية ظاهرا فلنأخذ بظاهر هذه الآية التي تقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أي فجر نأخذ به، الكاذب أم الصادق؟ ثم الفجر الصادق بأي نأخذ؟ لأن هناك فجران صادقان. أنتم عندكم فجر محدد، لكن هناك رزنامة أخرى تذكر الفجر بعشرين دقيقة قبل الفجر الذي نلتزم به نحن. إذن هناك فجران متباينان بينهما تقريبا 20 دقيقة. ففي مذهب الأولين الذين يأخذون ب 18 درجة يمسكون قبلنا الذين نأخذ بدرجة 12، نأخذ بدرجة 12. فإذن رمضان كله مختلفين مع الذين يمسكون 20 دقيقة قبلنا، لأننا في نظرهم لا نصوم رمضان لأننا نفطر بعد 20 دقيقة من فجرهم. لكن هذا مستساغ في الاجتهاد، فمن أخذ بالرأي الأول على حق، ومن أخذ بالرأي الثاني على حق، ومن أخذ بالرؤيا له مستساغ، ومن أخذ بالحساب فهو مستساغ. يعني لكل أدلته. فإذا تكافأت الأدلة نظرنا إلى ما هو الأصلح والأيسر للمسلمين،
في البيئة التي نعيش فيها. إذا تكافأت الأدلة ولكل دليله، ما الأفضل للمسلمين هنا؟ أن يعتمدوا على الحساب مرة حتى ينظموا حياتهم وشؤونهم، خاصة في مجتمعات ليست أغلبيتها مسلمة، وهذا الرأي مبني على منطق وعلى أدلة مستساغة ومقبولة ولها أصولها. والحساب أدق من الرؤية، إلا إذا اعتبرنا الرؤية تعبدية، وهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فإذا الأصلح والأنسب لنا هو الحساب مطلقا، وهذا الذي أخذنا به، وأخذنا بدرجة 12 لأنها أيسر، كتزيد المسلم 20 دقيقة مازال يتسحر فيها، ولها دليلها. فإذا الفلسفة التي قادتنا إلى أن نختار الحساب لأنه أيسر وأنسب لتحقيق مصلحة المسلمين في الغرب. من الغرابة أن نعيش في بيئة غربية منظمة إلى أبعد الحدود، ثم يعيش المسلمين بين تأرجح يوما أو بعد يوم، فاسأل العادين. الاثنين ولا الأربعة، هذا السسبنس هذا إنوتيل. كما نظمنا مواقيت الصلاة ونظمنا مواقيت الفجر، ننظم كذلك مواقيت دخول وخروج رمضان والعيد، عيد الأضحى. يكون عندك كالندري كما عندك رزمانة ديال الصلوات، عندك رزنامة ديال الشهور، كما يفعل الأتراك والبوسنة وكثير من المسلمين في الغرب. ذهبوا هذا المذهب، والاتجاه سائر إلى هذا المنحى، أن يأخذ مسلمو الغرب بالحساب مطلقا كي يتفرغوا إلى أشياء أخرى. احنا كل عام نبقى احنا واش طلع الشهر ولا ما طلع، ثم نأخذ بأي رؤية، رؤية المغرب ولا رؤية السعودية ولا رؤية الجزائر ولا رؤية غوانتانامو ولا رؤية الكاريب، نأخذ بأي رؤية؟ أم نأخذ برؤيتنا الفرنسية أو الغربية؟ إذن الخلاف لن يزول، حتى لو أخذنا بمبدأ الرؤية الخلاف دائما يبقى، وبما أن الخلاف لا بد منه وسيبقى، قد عمدنا إلى الحساب لأننا رأينا أنه أصلح وأيسر للمسلمين في هذه البلاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.